أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. ما حقيقة وفاة منار اليامي الملقبة بمنار النسوية التي أشغلت السعوديين؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الناشطة السعودية منار النسوية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي نقلت على إثره إلى قسم العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة الرياض، وذلك بحسب ما نشرته بعض الحسابات في تويتر، فيما لم يصدر حتى الآن أي تصريح من مصادر مقربة ينفي أو يؤكد الخبر، لكن يرجح المغردون أن تكون مجرد إشاعة صدرت من أحد الحسابات وتم تداولها. ودشن المتابعون وسما بعنوان وفاة منار النسوية ليتصدق بدوره عبر موقع تويتر، وجاء في التعليقات: إذا ماتت صدق الله يرحمها، ويا نسويات مردكم للقبر، افعلوا لآخرتكم ولا تفعلوا لدنياكم، وإذا طلعت كذبة إبريل اعرفوا أن الموت يجي فجأة ما يأخذ إذن من أحد، والله يهدي الجميع، وفاة منار النسوية. وفي تعليق آخر: هذه إشاعة واضح ترى لا تصدقون، والحين تتحاسب، معرفة أن الدنيا قصيرة، وهذه اللي كانت تقول الحجاب بدعة نشوف الحين تقول ستر الجسد بالكفن بدعة، ولا لا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، لا تختارون يا النسويات الحياة قصير، وفي حساب لا تأخذكم الدنيا، الموت حق. وأثرت الناشطة السعودية منار النسوية الجدل في الآونة الأخيرة بسبب إساءتها إلى الدين الإسلامي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليها وحكمت عليها المحكمة الإلكترونية في المملكة بعدم بث الفتنة بين عموم الشعب السعودي. ومن آخر تغريداتها: أعلن انسحابي من الفكر النسوي، لا تجوز المساواة بين الجنس المدمر والجنس الذي ينتج الحياة، المرأة أعظم من الرجل ومكانها في القمة. وفي تغريدة أخرى قبل أيام: النقاب بدعة والعباية بدعة والحجاب بدعة، استعبدونا باسم الإسلام وكفنونا بالسواد، حرفوا وغيروا المفاهيم المقدسة لجعلها تذلنا وتقيدنا، الصحوة مشروع إرهابي قامت فيه الجماعة الخائنة بغزو عقول المسلمين، لا تستغربوا لما تشوفوا العالم كله يتطور وإحنا نرجع ورا، الموضوع مو صدفة. وغردت أيضا: الدين مو أسهل وسيلة لسيطرة الشعوب، بدل ما يقنعك العدو أنك تمشي على فكرة عشانه أسهل له يقنعك أن الله يبي منك هالشي، وبكذا يحصل على جنود مخلصين لين آخر لحظة من حياتهم. وأثرت منار أيضا قبل أيام تصريحاتها ضد الملك الراحل فهد، وقامت بشتمه بألفاظ استفزت الجمهور السعودي وطالبوا بضرورة القبض عليها. أطلع من البث أحب أقول لك مثل ما قال الملك فهد اللي مات الله يرحمه، انتهى الصحوة المباركة، كويس الصحوة ماتت معه، هو مسكين تلاقي كان فعلا مصدق أن الصحوة مباركة. طيب يعني طلع سبك انتبهي والله عاد يقول الصحوة المباركة، طبعا مبسوط، ما حد يضربه ولا حد يتفل عليه ولا حد يسكه بالخيزران، اتبع فقط اخذ الاحكام تتبع. إيه. بس ايوه بس تتبع القران فقط، ما لا صح السنه، ما نسوي طيب السنه النبويه ما تتبعينها؟ السنه النبويه لا ما اتبعها. كيف ما تتبعي؟ طيب الله يرضى عليك، انت تصلين الصلوات الخمس؟ ايوه. طيب الصلوات الخمس ما مذكوره في القران؟ طيب ما مذكور في القرآن الصغير، على أي أساس صليتي خمس صلوات؟ على أي أساس؟ الله عز وجل ما ذكر أنه وصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما ثانيا أنت الحين قبل ساعتين صلينا العشاء أربع ركعات، ما مذكور في القرآن نصلي العشاء أربع ركعات، ليش صلي نصلي العشاء أربع ركعات؟ إحنا داعي الدين. جبت لكم معلومة؟ الطب الحديث اكتشف انه ممكن تحويل خلايا الجذعيه في المراه الى سائل منوي. ايه سمعتوني، سائل منوي. والاحلى في المعلومه هذه انه ما ينتج عن هذا السائل المنوي الا ايش؟ صح عليكم، بنت. فانا اقول ليش ما نكمل البشريه من دون رجال؟
أحسن. أمزح خلاص أمزح، لا تنضغط لا تزعل. أف الحين كتبوا لي فسوية فسوية. معلومة بس.